الله يرحمك يا عماد، وش اللي سويته؟ نحن اتفقنا على بيت ما في كهرباء، وانت راح تكيب اللي اشتغل وفي كهرباء. أنا كنت في موقف محرج واضطريت إني أتصرف برجولة. رجولة؟ أنا بتتزوج واحدة؟ لو سمحت. ما أسمح لك، هذه زوجتي. أنا كنت بين اختيارات واخترت. وإيش هي الاختيارات اللي واجهتها؟ كأنك ما تصدقه. خلي أخوك يتكلم. أنا تربيت أحافظ على سمعتي وحافظ على سمعة أهلي، وربيتوني إني ما أتعرض لبنات الناس، واعتبر سمعت كل بنت سمعتي. والبنت اللي تعرفت عليها كانت في موقف محرج، واهلها عرفوا اني اقابلها من وراهم. هذا اللي خلاني انقذ الموقف واتزوجها. انت تصون نفسك وما تتعرض لبنات الناس، بس اللي اهلها ما علموها تصون نفسها وتتأدب ما تينتهى وتتزوجها يا مسود الوجه. شوف انت، مات. اقول لك شيخ، انا ما بطول معك لاني باكر الصبح بغبش صوب بعض مشوم. زين، انا بوني مطرش عليك لعشان اللي السالفه. كيف بتمشي معي؟ لا لا لا، انت بتمشي معي. سمعت ايش قال؟ يقول لك لما بغيت تشوم نقي لك ربيع حامل الزلات ابو صدر وسيع. حقه قال شاعر. لكنك انت ما قلت لي ايش عندك هناك في باطنه. اتصلوا فيني الا مع شركه النفط، وهي اسمهم يبون يشترون ارض حمود. قلت لهم اني بيع ما بيع. قالوا زين احنا بنستاجرها معكم. قلت لهم زين سمعوا، اني بوصلكم وهناك بنتفاكر وبنتفاهم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ولدي، الله يسلمك. فهد، انتم انتظروا هني، انا بسير اجيب السيارة. ما في داعي يا بنتي، ما في داعي، انا اروم امشي. ودينا المزرعة تو؟ لهذه الدرجة مشتاق حال المزرعة؟ أبا أطمن عليها. خالي، لاحقين على المزرعة، أنت تعبان ولازم ترتاح. أبا أسير المزرعة، في شيء ولازم أتأكد منه. على أمرك.
أشوفك سكت عن هيثم. قبلت بالأمر الواقع؟ ما دياب اللي يقبل بالأمر الواقع. ما حد يقدر يفرض علي شيء أنا ما أريده. أقبل يوم أريد وأرفض يوم أريد. شكلك قبلت هالزواج. كل شيء لوقته والحين ما وقته. آخر شيء أفكر فيه هي الفضائح. الأعداء زادوا ويريدوا لي فرصة علشان يهجموا. يوم يجي الوقت المناسب بصلح الغلطة. وراي موعد مع شركة النفط علشان موضوع الأراضي.